بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اليوم هنتكلم استكمال لخطبة أستاذنا الدكتور موفق. هنستكمل الموضوع في موضوع الأسرة. صراحة أنا كنت هتكلم في تفسير سورة ياسين، لكن في موضوع الأسرة في معاني مهمة جدا للشباب وللمتجوزين ولكل الناس. نركز في الكلام اللي هيتقال، وهبدأ بقصة عجيبة. القصة ان كان فيه رجل راح لساحر وقال له مراتي زوجتي مجنناني، فانا عايزك تعمل لي عمل، تعمل لي حجاب، تعمل لي حاجة علشان ربنا يهديها، لان مجنناني ومنكدة عليا ومشاكلها كتير. فالساحر قال له الأمر بسيط، عارف حديقة الحيوانات؟ قال له نعم أعرفها. قال له روح حديقة الحيوانات وفيه القردة الكبيرة اللي هناك، عارف القردة؟ قال له إيه عارفها، بتسموها السعدانة. تروح للسعدانة الكبيرة وتجيب منها خصلة شعر. قال له إزاي، دي شرسة ممكن تاكلني. قال له تصرف، ما في حل تاني غير ان انت تجيب خصلة شعر من مين؟ من القردة. فراح قعد يومين يفكر ازاي يحل المشكلة دي، وهو عايز يجيب الشعر من القردة. بعدين لقى طريقة ان هو خطط بقى للموضوع، بدأ يخطط له بشكل كويس. راح اول يوم خد لها شوية فول سوداني، بتسموه فستق، مش الفستق الحلبي، الفستق. خد شوية فول سوداني وبدأ يديها، يطعمها فول سوداني، وما بقاش يغير الطقم اللي بيلبسه عشان تعرفه. كل يوم بقى يروح يزورها، كل يوم يروح يزورها، مرة ياخد لها موز، مرة ياخد لها تفاح، مرة ياخد لها مكسرات، كل يوم لازم فيه شغلة جديدة، لغاية ما حفظت شكله. بدأ يقرب منها شوية شوية وتاخد من ايديه، يمسك ايديها وبدأت تأنسه وتأنس ايديه، شوية شوية يحط ايده على راسها عادي. وكل يوم مستمر هو في الخطة، فضل في الخطة ديت حوالي شهرين ثلاثة، لغاية ما جه بقى في اليوم الموعود وكان مجهز المقص، وراح قاطع الخصلة من الشعر من القردة، وفرحان وطاير من الفرحة، وراح جري على الساحر قال له أنا جبت خصلة الشعر من القردة اللي أنت طلبته، يلا اعمل لي عمل علشان زوجتي. قال له يا راجل يا طيب، قعدت تخطط 3 شهور علشان تجيب خصلة من القرد، مش عارف تضحك على مراتك بكلمتين حلوين وهدية وتتقرب إليها وتتودد إليها، يا راجل اتقي الله، بقى عرفت تكسب القرد ومش عارف تكسب مراتك. طبعا الموضوع السحر حرام طبعا، والراجل طلع مش ساحر، الراجل طلع ايه؟ طلع حكيم خبير، وقدر ان هو من خلال هذا الموضوع ان يدربه ازاي يتعامل مع زوجته. دايما اقول دلوقتي لو عملنا مثال، لو قلنا في واحد صيني بيتكلم اللغة الصينية فقط، واتجوز واحدة بتتكلم لغة عربية، وهي ما بتتكلمش غير اللغة العربية فقط، صيني مسلم طبعا، ها، فيعملوا ايه؟ وحبوا بعض وبتاعه، وكانوا بيستخدموا بقى الايه الترجمة، وخلاص بقوا في بيت واحد، الحل ايه؟ في لغتين مختلفتين تماما، لغتان مختلفتان تماما، لغة صيني ولغة عربي. الحل ايه؟ هو الحل، يلا اسمع منكم حلول. مفروض هو يعمل ايه؟ لغة الاشارة، كويس، يتعلم لغة الاشارة، الحاجات دي لازم طبعا. ايه كمان؟ ها يعمل ايه؟ فكروا معايا، يعمل ايه؟ يتعلم اللغة العربي شوية، يتعلم اللغة، يتعلم شوية كلمات عربي، صح؟ كويس، يتعلم اللغة العربية، يعمل، وهي كمان تتعلم اللغة الصيني، ممتاز.
هو ده بالضبط الاختلافات النفسية ما بين الرجل والمرأة. الرجل صيني بيتكلم لغة المرأة لا تعرفها أبدا، والمرأة تتحدث بلغة لن يفهمها الرجل إطلاقا أبدا. لغة المرأة مختلفة، لغة أنثوية، لغة عاطفية غير لغة الرجل. فيها الإيه؟ فيها المنطق، فيها العقل، فيها الفكر، فيها المادة. ففي لغتين مختلفتين تماما. فأنت عايز تتودد إلى زوجتك، إلى خطيبتك، تكلمها باللغة بتاعتها، بلغتها هي اللي هي اللغة الإيه؟ العاطفية. وده أمر في منتهى الأهمية. مفتاح المرأة إيه؟ هو مفتاح المرأة وشخصية المرأة أذنها، أذنها، الكلمة الطيبة. عايز تضحك عليها بالكلمة الطيبة. كان في دراسة عملوها على النساء، يعني الزانيات، واحدة متجوزة وبتزني، لقوا سبب الأول للزنا مش عملية الزنا، لقوا السبب الأول الكلام الحلو اللي بيقوله ابن الحرام. واحد ابن حرام بيعرف يتكلم كلام حلو، يعرف يعمل لها ديباجة ويكتب لها شعر مسروق من هنا ولا من هنا، ويقعد بقى يتودد إليها، أنا ما بنامش الليل، ده أنت دنيتي وحياتي، ده أنا ماشي كده بحلم بيك 24 ساعة، وشايف يا سلام كل وردة بشوف فيها خيالك، وعمال بقى إيه، وكل زقزقة عصافير بسمع فيها صوتك. قول يا عم قول. وفي الآخر هو مش هدفه العواطف، هو هدفه إيه؟ غرفة النوم. موضوع خطير يا إخواني، موضوع خطير جدا. لذلك الرجل بيدي العواطف، يعطي العواطف وعينه على غرفة النوم، والمرأة بتعطي غرفة النوم عشان عايزة عواطف، عايزة كلام حلو، كلام جميل. الأمر ده خطير جدا. لذلك من ضمن أهم الحقوق لزوجتك وبنتك الإشباع العاطفي. بنتك اللي لسه ما اتجوزتش دي الصغيرة 14 15 20 سنة، الكلام الحلو، حبيبة بابا، نور عيوني، قول شعر في بنتك، اشبع حاجتها العاطفية بدل ما تدور على الحاجة العاطفية بره. أمر خطير يا إخواني. لذلك لازم تعرف مفتاح المرأة الكلام الحلو، الكلام الطيب، مش كل شوية نقد نقد نقد، عمال تنتقد شكلها، عمال تنتقد أكلها، عمال تنتقد أهلها، عمال تنتقد تصرفاتها. ما ينفعش. عايز تغيرها بالكلام الطيب، بالكلام الجميل، بالمدح، بالكذب. ويجوز الكذب على الزوجة يا أخي، اكذب، أنا عمري في حياتي ما شفت زيك، يا سلام على جمالك، ده أنتي والله. قول يا عم، تعرفش تكذب؟ يعني شاطر تكذب في البيزنس وفي الفلوس بره عشان تسرق ولا تنصب ولا علشان تكسب مديرك حتى، وتعرفش تكذب على مراتك عشان تعمل لك أكلة حلوة وتزبط لك دماغك. فالموضوع محتاج إن احنا نفهم كيف نتعامل مع هذا المخلوق اللي لغته لغة مختلفة تماما. آخر حاجة أختم بيها لأن ده أمر في منتهى الأهمية. المرأة تتنفس من منين؟ لا غلط، المرأة تتنفس من لسانها. احفظوا الكلام اللي أنا بقوله ده، الكلام ده بنديه في الدورات التدريبية بفضل الله عز وجل. أنا مؤسس أول جامعة من 6 كليات في دبي سنة 98 في علوم الأسرة، وكنا بندرس الكلام ده، كنا بندرس الكلام ده. أنا بس بلخص لكم، ببسط لكم علم النفس الفارقي، علم كبير كده اسمه علم النفس الفارقي، بيبحث في الاختلافات السيكولوجية ما بين الزوجين. أنا ببسط لكم الموضوع، فأقول لكم دلوقتي المرأة تتنفس منين؟ من لسانها. يعني إيه؟ فوت، يعني هي قعدت وهي غضبانة كده وبتاع، وراحت قايلة لك لو أنت راجل ومن ظهر راجل طلقني الآن، لو أنت راجل فعلا وابن رجال طلقني الآن.
حصل نفس الموقف مع واحد اعرفه، صديق ليا، وكنت مدربه انا كويس يعني الحمد لله يعني، فكنت مدربه كويس. حصل الموقف ده وقالت له لو انت راجل من ظهر راجل طلقني الان، وبدات ايه تضغط عليه وتتفشه، طلقني الان، طلقني طلقني. وهو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افتكر كلامي ان ايه، ان المراه تتنفس من لسانها، راح ايه هدي وقال لها انا راجل ومن ظهر راجل وابن رجال ومش هطلقك، وراح سايبها وخرج بره البيت. زي ما قال فضيله الشيخ من شويه اللي هو ايه بقى، جعلت غضبي فين؟ في حذائي، مش في حذائي يعني، لا حذائي يعني، يعني انا قلت الشيخ هيقول ايه يا ربي لما قال بقى جعلت غضبي في حذائي وبعد كده قال زوجتي، قلت بس جه خيالي على طول للايه هيتصرف بيه بدل ما يمشي، لا كده هيتصرف في حاجه تانية. فالمهم راح واخد بعضه وخرج بره البيت، لما رجع كانت هديت زوجته، راحت ايه قالت له ابو فلان؟ قال لها نعم. قالت له والله العظيم انت رجل اصيل، انت اصيل. قال لها ما انا عارف. قالت له لا ليه؟ قالت له انا قلت لك طلقني وبتاع وقعدت اضغط عليك وانت ما طلقتنيش. قال لها افتكرت الكلمه بتاعه الدكتور محمود لملوم لما قال ان المراه تتنفس من لسانها، يعني بتقول الكلام وهي لا تدري به، هي لا تعي ما تقول. لذلك الطلاق ربنا سبحانه وتعالى جعله عند من؟ عند الرجل. الرجل هو اللي في ايده الطلاق الزمام، ليه؟ يعرف امتى يطلع الكلمه دي، مش تحت الضغط يقول لك والله انا صاد غضبان ورحت رامي يمين الطلاق. الله يمشي يا كذاب، دي مش رجوله. الرجوله مهما حصل ضغط عليك ما تنطقش الكلمه دي ابدا ابدا، هي دي الرجوله. ما ربنا سبحانه وتعالى جعل اليمين عندك انت ليه؟ عشان عندك الرجوله، رباطه الجأش، تمسك اعصابك، مش على طول انت طالب طالب طالب، ما ينفعش الكلام ده. لذلك المراه لو هي معاها اليمين معاها بتاع الطلاق كانت عملت ايه؟ كانت في الاسبوع طلقت جوزها 20 مره، والمتجوزين عارفين الكلام ده، 20 مره في الاسبوع كانت هتطلق جوزها. لذلك الموضوع معاك انت علشان تمسك اعصابك كويس، واوعى تنسوا عدة معلومات قلتها النهاردة. المرأة تتنفس منين؟ من لسانها. مفتاح المرأة أذنها. وتعلمه الرجل عمل ايه مع القردة، عمل ايه مع القردة؟ قدر يجيب الخصلة ويتعامل معاها بالهدايا وبالحب وبالعواطف، ويتقرب منها كل يوم شوية، وخاد اللي هو عايزه. بكده تنجح البيوت، ما يبقاش فيه طلاق أبدا. نسأل الله عز وجل أن يعصم بيوتنا من كيد الشيطان الرجيم. اللهم احفظ بيوتنا من كيد الشيطان الرجيم. اللهم احفظ بيوتنا من كيد الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا زوجات صالحات وأولاد صالحين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أزواجنا وتبارك في أولادنا وتبارك في أهالينا وتغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم احفظ بيوتات المسلمين من كيد الشيطان الرجيم ومن كيد شياطين الإنس والجن ومن كيد وسائل التواصل الاجتماعي. اللهم إنك يا ربنا أنت الرحمن الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.